بشكر قناه النادي الاهلي. عايز اقول يعني ان هي كمان بتشارك في حاجات غير الكوره، وبتشارك في حاجات بدات تروح لمشروعات وحاجات مجتمعيه، وده دور اصيل للاعلام وحتى القناه المتخصصه للنادي ان هي تدخل في مشروعات او في حاجات هي مش بس ان حضرتك جاي تتكلم تقول ايه المشكلات اللي على السطح او ايه المشكلات الرياضيه، انت حضرتك بتتكلم على حاجات للشباب، لان مؤسسه زي مؤسسه النادي الاهلي اللي القناه بتمثلها هي مؤسسه انت داخل على يعني في فرع الاساسي في الجزيره، فرع مدينه نصر، فرع 6 اكتوبر، وان شاء الله المشروع الاخر، فدي كلها بتحوي عدد من العضوية أنا أعتقد تخطط 100,000 أسرة. يعني أنت بتتكلم في مستوى شبابي من 100,000 أسرة، أنت على المستوى العام لأن احنا أكتر من 60% شباب، هتلاقي جوه المؤسسات 60% 60% من العدد اللي موجود من الأسرة، كل أسرة يعني أنت بتتكلم في 4 أفراد، بتتكلم في مؤسسة فيها 400,000 لما بقول فيها نسبة يعني مشتركة في النشاط الرياضي، هي نسبة مش كبيرة جدا من النسبة الشبابية اللي موجود. طب الباقي بيعمل ايه؟ ده الجزء الاجتماعي المفروض يكون عليه قناة زي حضرتك كمان، لان هو انت كمان بتبث صورة للشباب في المجتمع بتاعك والمجتمع العام المصري. مبادرة النهاردة مبادرة مع مؤسسة مصر الخير، مبادرة عظيمة، مبادرة كبيرة، ومبادرة اجيال مصر اللي فيها جزء اعداد الشاب الذهني والفكري، لان يمكن لما اتكلمنا في المنتدى الشباب السابق مؤتمر الشباب قلنا الانسان كتله بدنيه نفسيه عقليه اجتماعيه، اذا انت محتاج انك انت تدخل معاه ذهنيا الجزء العقلي والاجتماعي والجزء النفسي، في توعيه عن هو فين، عايش فين، مجتمعه عباره عن ايه، مشاكل مجتمعه ايه، ايجابيات مجتمعه ايه، تاهيله الذهني ايه، عشان تنمي الجانب الوجداني اللي بلده واللي فيه ولاء وانتماء والقدوات المختلفه، وبعدين تاخده لمهارات يتعلمها، وبعدين تقول له اتفضل اشتغل في المجتمع. ده هيخلق زي بالظبط الناشئ كره القدم او اللعبه المعينه، تاخده من لا شيء، احنا عاملين مشروع الموهبه والبطل الاولمبي دلوقتي، بتاخده من لا شيء تنقيه كويس، وبعدين تحطه في برامج تعليميه، وبعدين بيدخل في مجال المنافسه، وبعدين بيقول انا بطل. الكلام ده على الشاب المصري، انت بتاخده تاهله تعلمه تديله المهارات بتاعته، وبعدين يدخل في مجال المنافسه بتاعه اللي هو العمل والشغل وخلافه، وبعدين الانتاج بتاعه يلا نافس بقى داخل المجتمع ونافس خارج المجتمع. ما ننساش ان احنا قلنا مع حملتنا والتوعيه عايز تكمل وتدخل المدرجات لازم يبقى في قواعد عامه ليها، عايز ما تكونش في المدرجات، انا بقول اهو انا الدور الحكومي، مش النادي، انا مش اتحاد الكوره، لكن بساعد الاتحاد الكوره وبساعد ولادنا علشان يدخلوا. فبالتالي احنا عندنا رؤيه للسنه الجايه ان احنا ازاي نجهز الاستادات، وعملنا لقاء اتحاد الكوره مع وزير انتاج السيد الدكتور وزير انتاج الحربي، وكمان مع كونسورتيوم او تحالف ازاي ان احنا ناهل نفسنا السنه الجايه لاستادات مؤهله. طب السنه دي الكم العدد اللي احنا موجودين فيه بنقول اتفضل، لكن الجمهور ده دور اتحاد الكوره في لوائحه يطبق اللوائح بتاعته، الجمهور اللي مش هيكون على المدى او المستوى اكيد في لوائح اتحاد الكوره ياخدها بقى، يعني هيقلل العدد، هيمنع العدد، دي لوائح لازم تكون موجوده. احنا ما بنبصش للجماهير ده مين وده مين، لان ما فيش حد كبير على المجتمع، المجتمع المصري واحنا دوله قويه، ما حدش كبير على المجتمع المصري، ما حدش كبير على المجتمع المصري. قعدنا في الوزاره كل القيادات التنفيذيه للدوله كانت موجوده، وزاره الشباب والرياضه ما بتديرش لوحدها، وزاره الشباب والرياضه بتتابع وتدير بالاجهزه التنفيذيه للدوله، فبالتالي وقت دخول كلمه دوله خلاص دوله دخلت. فوقت ما هندخل بحاجه احنا بنتعامل مع كل الملفات بمنتهى الهدوء، لكن وقت ما بندخل باسم الدولة الجميع لابد أن يحترم ذلك.